سل كربلا كم من حشى لمحمد نهبت بها وكم استجدت من يدي وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي وعلي قدري من دعابتها هاشمين عبقت شمائله بطيب المحتدي أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ظمايا وحر مهندي بكر الذبول علي بكر الذبول على نضارة غصنه إن الذبول لآفة الغصن الندي ماء الصبا ودم الوريد تجاريا ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولاهب قلبه لم يقمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد ومذ ثنا يلقى الكريهة باسما والموت منه بمسمعي اريدك تون وياي بهاي الطريقة الله يرحم العيلم عيلم المنبر الشيخ الوائلي الله يرحمه والموت منه بمسمعي وبمشهدي انت الك الوقت لف الوغى فأجعل غايا جول الرحايا بمثقف من بعشه المتوقدين اريدك تاخذ الونة من عندي انت وين على شبيه رسول الله الليلة ليلة علي الاكبر يعني ليلة محمد الليلة يعني الليلة للزهراء يعني الليلة الامير المؤمن يعني الليلة للحسين الليلة اهل محمد يقتلون علي الاكبر شبيه رسول لف الوغى فأجالها جول الرحى بمثقفين من بعشه
قدي حتى إذا ما غاص في أوساطي بمطهم قب العبا طلع عثر الزمان به فغدر جسمه نعب القواضب والقناع عندك همة تصيح وياي ولا عندكم همة والنون وياي الليلة مثل ما أون على شبيع رسول الله لو ما عندكم إذا ما عندكم خلوني الحال يأون أنا ولي الزهراء أبي أبي عثر الزمان به فغدر جسمه نعم القواضب والقناع عفية عليكم يا المتقصدي ومحرجا يا قاتل الله الرد صيح واويلاه انت تقول واويلاه على شبيع رسول الله ومحرجا يا قاتل الله الرد منه هلال دجان وقرة فرق يدي بعد صيح يا نجعة الحيين عاشم والندع وحمد اسمع له لا ما ادري انا ما اسمع صوتها الزهراء تسمعكم ان شاء الله يا نجعة الحيين يا نجعة الحيين عاشم والندى وحمى الذمارين العليا والسعداء يدي قول هذا المعنى الحسين قال على الدنيا بعدك العطا فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا من بعد يومك من زمانين هرعى يدي ليلة هلهلة وتصيح وين الخيل من واها ابن المايها بالموت سل سيفا وتعناها قبل الكون المصيت وقام يجول بالملعب نوبة يلعب الراية ونوبة يهز المذهب قام يخز مساميها ويلقط وين المدرب عرقل كل هذيك الخيل وانشبها الرهق والويل سوى نهار هج الليل او عج الخيل بالميدان عين الشمس غطاها اقرا وياي مؤمن اقرا وياي محب انا ادري شلون تأنس ببسالة علي الاكبر بس بالتالي مصيبها قام يجول على اليمنى ونوب على اليسار يصول او ملج الموت يبرالش ما يامر عليه ويقول ظنت كل هذيج القوم حيدر بالطفوف يصول ظنت كل هذيج القوم حيدر بالطفوف يجول كل سربل يخزها تقوم
وغاجة على الصفوف يحوم، صاحت كل هذيك القوم غير المفر ما إنه، ولفت كل رواياها ناداها المفر لا وين من سيف يا خوانه، لكن من عطش قلبه قام يلوج بلسانه، ما باله ما باله بكتايبها او طفح على عدوانه، يا يصيح انا الفحل جدي وشوفوا عليكم اش يسدي، اويلي اويلي غافل العبد، يا ويلي غافل يا العبد، او بالمرهف طب الراس يا او هاشم يا قدت الواه، وقع علي الاكبر من بعد ما اوجع قلوب القوم، يقول رد ذاك الفزاع كله يا وصار لهم هضيل وصياح، وداروا والقال وعليه بسيوف ونبيل، وبعد ورمايا لما انفصله وجسمه ضريب على الوطيطة، يا حال شابح للخيام بالعين والراس انجسب. اقرأ وياي مؤمن تقرون الليلة، انا الليلة اريد عزاكم للزهرة، الليلة الكل يقرأ وياي، الليلة ليلة شبيع رسول الله، الحاضرين انا ارجوكم بعلي الاكبر بدماعه تقرون للزهرة تعزية، كلنا نقرأ العزاء الليلة إلى رسول الله، على شبيهك يا رسول الله. رد ذاك الفزاع كله يا وصار لهم هضيل وصياح، يعفي عليك وداروا والقلب عليه بسيوف ونبيل ورمايا، لما انفصله وجسمه ضريب على الوطيطة، شابح للخيام بالعايات والرأس انجسم. طاح وصاحبه يا حسين تراني طحت بالحومة، وهاشم فقدت الواها، هنا المصيبة، اكو ابو فاقد لو ماكو، اكو ابو فاقد شباب يسمع صوتي يقول يا ويلي من سمع صوتي، غابت مهجتي يا مني، وثلث مرات قام وطاح لكن يجذب الون، لما سمعت العيالة صارت بالخيام حن حن حن، صارت بالخيام حن، ورد سكت يا النسوان، وتعنى الخطة يا الميدايا، لقاهم وسد يا الترضايا، قعد يا مراس مجنون يا وعيان يسي المجرى، هو حسين هو حسين بكثر ما شاء شكل اكبر، هو حسين قام بروحه يتخيل، هو حسين هو حسين بالطف من هو العكبر، يا الاكبر بالطف من هو العكبر، هو حسين
الما تحتار بينا وبين بيه. انهار سيد الشهداء حتى اغمي عليه. سيد الشهداء ودع علي الاكبر الى حد انه وقع على التراب. اويلي من تلاقى وعند الوداع مشابك طول لمن هو وللقى. وهي الصورة اللي يرسمها بالنصارى. وهذه الحقيقة المؤرخون قالوا هكذا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي من تلاقى وعند الوداع مشابك طول لمن هو. اريدك تكون وياي بيها تودع وياي علي الاكبر. احنا جاي نودع ايام عاشوراء، ترى هاي ايام خير، ايام معنى، ايام روح عطاء، موسم روحي تربوي. يا بيا ويلي مشابك طول لمن هو. يا لا ابن الابي والابو لو شلون يودع الابو ابنه، شلون يودع الولد ابوه. نزل الى ساحة الميدان شبيه رسول الله. يقول لما نزل علي بن الحسين الاكبر تعلقنا به بنات رسول الله. هذه تنادي الى اين يا حمانة، وتلك تقول الى اين يا رجانا يا شبيه رسول الله. فصاح بهن الحسين دع عنه فقد اشتاق الحبيب الى الحبيب. ثم نادى بني علي الي الي اودعك وتودعني اشمك وتشمني. فاحتضن عليا على صدره حتى وقع الحسين على التراب. ايوا حسين. اذا عندك همة تصيح، اذا عندك ايام صيحة ترى، ايام لوعة، ايام حسرة، ايام اسى. بعد ذلك تقدم علي بن الحسين الى ساحة القتال. هنا ارتجز. ليش ارتجز علي؟ لماذا؟ يقول لما نزل الى ساحة الميدان وضرب في وجوه القوم، شافوا الاعداء هاي الحملة، فكلهم نادوا هذا علي بن ابي طالب، لان هاي ضربات حيدر، حملات حيدر، سطوات حيدر، هذه الحملة حملة حيدرية، هذا علي بن ابي طالب. فكشف علي بن الحسين عن نفسه وهويته، نادى انا علي بن الحسين ابن علي، انا حفيده. هنا ارتجز علي الاكبر. تمواج الخيل من جبل علي، يا جن الخيل ابو الحسن ساميها يا ورمحا يلحق الفرق. وشكل منو هذا؟ نسبة ابن نصار يذكر نسبه، يقول من هاشم من التبموش ملفوف، ابوه حسين بالميدان موصوف، وجد حيدر الكرار معروف، وعم الحسن والعباس الازهار. قاتل الاعداء قتالا مريرة حتى نكس الرايات. انهزم من انهزم، فر من فر، وعلي بن الحسين يصول في ساحة المعركة حتى انتدبوا اليه بطلا فارسا معروف اسمه بكر ابن غانم، جايبين للمهمات الصعبة. قال لعمر بن سعد شتريد؟ الك ما تريد، لكن انزل الى هذا الغلام
وجيب لنا رأسه ولك ما تريد. قال لك اكتب لي ولاية. كتب له ولاية ونزل بكر بن غانم. طبعا نزلوا قبل بكر بن غانم ابطال وعلي الاكبر حصدهم. فلما نزل بكر بن غانم هنا يقولون ارباب المقاتل او ارباب المنابر يقولون ليلى امه كانت تنظر من وراء الخباء فنادت ابا عبد الله. قالت ابا عبد الله ارى لونك تغير، اهل قتل ولدي علي؟ الله يساعدك مولاتي اللي عندها مثل علي الاكبر ما تلام مولاتي، والله ما تلامين ان تسألي. ام سألت عن ابنها وعن سلامة ابنها، افي ذلك ضير؟ قال لها الحسين حتى يقدم لنا قيمة. اسمعوا يا اولاد، قال لها ليلى سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الام مستجاب في حق ولدي. رجع للخيمة ليلى، دخل الخيمة وادع لعلي الاكبر. هي بالخيمة، هي ما طالعة الى خارج الخيمة، داخل خيمتها من حقها ان ترفع رأسها بالدعاء وتدعو. رفعت رأسها الى ولدها يا طبت الخيمة الغريب وتواسلت لله بحبيبة بالعسين وش ما بمصيبة صحت يا راديوس. اللي عنده اولادها اللي عندها اولاد خلت تدعي له بالتوفيق بالسلامه. يا راد يوسف من مغيبه من مغيبه لا يعقوب ومسجن نحيبه اريد ابن علي سالم. كن يرجع علي الاكبر بهاي الملحمه. اي انطوني يا هذا. قالوا لي سيدنا عندنا حاجه، عندهم حاجه دولة. وهذا الولد جاي من البصره اللي هنا جاي للمجلس، هل يشوفونه قدام هذا الولد للساده القزاوي سيد هذا الله يعافيه ان شاء الله. ادعوا له وياكم طبخت هاي العلويه بيت الحسن اللي طبله ما يطلع خالي. بيت الحسن بيت كرم بيت جود، وكل من يدخل البيت الحسن يطلع محمل معبى يعبونا كرم عطاء. يا الله يا الله بحق هذا المقام وصاحبة هذا المقام يقضي حوائج المحتاجين. يا الله من اوصاني بالدعاء كل مريض شافي يدفع عنا هذا الوباء. يلا شوية عزاء علي الاكبر يستاهل ارواحنا قلوبنا علي الاكبر. اويلي فانتصر علي الاكبر ورجع الى ابي الحسين ينادي ابا ابا يا حسين الجائزة. وما الجائزة؟ قال ابا يا حسين ثقل الحديد اجهدني والعطش قتلني اريد شربة من الماء. يلا خلينا نقرأ انا وياكم. يقول ابويا شربة مية لجبت ويا شربة مية لجبدي انا اتقوى ورد للقوم وحدي يا ابويا انفطر كبدي وحق جد العطش والشمس والميدان والحار. يقول قال له الحسين عليه السلام بني علي ضع لسانك على لساني. وضع لسانه على لسان ابيه الحسين اجركم الله. واذا بعلي الاكبر يقول ابا يا حسين والله لسانك اي بس من لساني اين المنادي وحسين. وعطشانا يقول بك حسيني ونحب وكثار نحيبه ويقل الماي يقل الماي يبني مني انا اجيبه ترى قلبي مثل اجركم الله. رجع علي الاكبر الى ساحة الميدان قاتل قتال الابطال
يقول ابن مسلم كان مر ابن منقذ العبد واقفا الى جنبي قال علي اثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لافجعن به اباه الحسين. فبينما علي الاكبر يطرد الكتائب اذ شد عليه العبد من ورائه غدرا اجركم الله طعنه بالرمح في خاصرته وضربه بالسيف على هامتيه. اين المنادي وعلي وسيدا وحسينا؟ فهوى علي الى الارض صريعا. هنا المأساة. يقول لما وقع علي الاكبر احتضن الجواد حتى يأخذه الى ابيه الحسين فسالت الدماء على عيني الجواد حتى توسط به الاعداء فحاط به هذا يضربه بسيف وهذا يطعنه برمحي وهذا يقطعه بحربتي. ايوا علي ايوا سيد. يقول هنا رفع صوت مناديا عليك مني السلام ابا يا حسين. فشد الحسين على جواده ومعه قمر العشيرة ابو الفضل العباس طرد الكتائب عن علي الاكبر. فلما وصل الحسين رمى بنفسه من على ظهر الجواد وتمدد الى جنب ولده واضعا خده على خده وصدره على صدره وهو ينادي على الدنيا بعدك العفا ولدي علي. يقل ابويا يا علي بطل ونين يا ابني يا علي بطل ونين يا بويا انا ادري العاد بعضيناك بسيوف ومواضي مقطعين بعد شي يقول له يقول له يا ابني يا علي يا فتشة العين يا ابني صواب يا جعك ابويا انا والدك عد راسك وعسلي. اجركم الله. ما يقدر يحمل علي الاكبر لماذا؟ لان عليا مقطعا عربا عربا. اين المنادي وحسينا؟ فنادى الحسين يا بني هاشم هلموا واحملوا اخاكم عليا. جمعوا اوصال علي الاكبر وجاء الحسين امامهم. هاي اللي راح اقراها صاحب العصر والزمان. يقول امامهم حاسر بلا عمامه حافل قدمين ينادي وولده وعليا. يقول نظرت زينب الى ابي عبد الله يكاد ان يموت على ولده. يقول هنا زينب شوية طلعت روحها من باب الخيمة سوادها وصاحت بصوت عالي حتى تسمع الحسين. صاحت وولده وعليا. لك سيد مولاي يا صاحب الزمان. يقول هنا الحسين لما نظر الى زينب ترك جنازة علي الاكبر واجل زينب. اشقد عزيز خدر زينب. دخل زينب للخيمة كأنه لسان حاله. يقولها زينب علي الاكبر يروح لك فدوى اخويا. المهم تلقين مخدرة مستورة بخيمتك. لكن اقول لابا عبد الله هاي اللي نسيت جنازة علي الاكبر على حساب خدرها. ليتك تنظر لها اركبوها على ناقة عجبه.
ليلة تقل العلي الأكبر تقل لي يما شاع اسمك يا يما وشلت بيك الرأس. أبيات الدعاء. والله شاع اسمك يا يما وشلت بيك الرأس قد ما سولفت. اتهم سولف سولف بعلي الأكبر وياي سولف. قد ما سولفت يا الولد بيك الناياس اشمح لاتك يا يمه بالدرع والطايس من تمشي ويا ابوك وعمك العباس يمه عشت بين الظنون وبين قطع الياس وقلب الوالده تدرش كثر حساس. على ابناي على ابناي على ابناي على ابناي ونين شايبه بصحراء يم على ابناي يا بناي يا تمال شحكي لك يما بني يا جمال